يعني نور رح ننتقل لأحلى عالم، هو عالم الطفولة اللي هو عنوان محطتنا التالية، مساحة إنسانية جديدة من نوعها وحفل تخريج أطفال توحد ونطق. للمزيد حول هالموضوع وأهميته بصرنا نرحب بضيفتنا الدائمة الاختصاصية النفسية والتربوية ومديرة مركز ملائكة الجنة ميسم الحصرية. يسعد لي صباحك. صباح الخير، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا، كل عام وأنتي بخير. وأنتي بألف خير. إن شاء الله ينعاد عليكي وعلى كل الأطفال بالخير والصحة والسلام. بالبداية ميسم، خبرينا عن حفل تخرج أطفال التوحد ونطق، مثل ما قلنا هن عصافير الجنة. فعلا امبارح كان يوم عالمي، انا كنا بالحفل على طول عم قلن انا بعد اليوم عالمي بامتياز. كان الحفل بعد يعني بعده انه هو الاول من نوعه، كان بدمشق، وكان هو اللي عم بيقول لهدول الاطفال انه انتم خلص. كان اغلب الاطفال اللي موجودين معنا واللي هن بالتخريج بيعرفوا انه انا كان عندي مشكله وانا هلا صرت طفل طبيعي او صرت طفل سليم. هذا الشيء اللي كتير كان مريحني، اللي كان مريحني وعي الأهل بإنه أنا بدي أقول للأم الثانية إنه أنت عندك أمل، لا تفقدي الأمل. فكان هو له عدة أهداف. كان أولاً هو توعوي للأمهات اللي هي فاقدة أمل. كم طفل كان تقريباً بالحفل؟ بالحفل كان في عنا 80 طفل من داخل المركز، بس كانوا الأطفال اللي تخرجوا هن 7 أطفال. وكانوا من حالات مختلفة، يعني سواء نطق أو توحد أو صعوبات تعلم، كانوا هن اندمجوا بالمدارس بشكل كامل. ميسم، خلينا نقول في مجهود وتعب مع دور الأطفال، يمكن لكتير حلوين بالنسبة لك وأيضا لكل حدا بيتعامل معهم، سواء من عن طريق الدمج مع الأطفال العاديين. نحن بدنا هلا يمكن مشاهدينا عم يقولوا شو يعني تخريج أطفال توحد ونطق، خلينا نوضح شو يعني تخريج أطفال توحد ونطق. اخترت أنا هذا العنوان لأنه نحن بنعتبر أنه خرجنا من قوقعة التوحد لنفوت بالعالم الطبيعي. تخرجنا، أنا بعد أنه لما يتخرج الطفل اجتماعيا من مرحلة معينة ليصير طفل طبيعي، فأنا وصلت للتوب. فمبارح فعلا كانت فرحة ما بتتصدق، كانوا الأطفال عم يلعبوا مع بعضهم، كانوا متقبلين بعضهم. فكلمة تخريج أنا قصدت فيها أنه وصول الطفل إلى مرحلة الطفل الطبيعي. فعلا الأطفال اللي تخرجوا مبارح مخلصين مراحل شادو، مخلصين مراحل دمج، صايرين أطفال طبيعيين. طبعا واللي حكى عن قصص نجاحهم كان أهلهم، يعني احنا تقصدنا أنه الأم أو الأب هن يقولوا أنه هذا الولد هيك فات على المركز، وهي رسالة للأهل اللي أشغل معه. تماما كنا نحن عم نشتغل على الجانب التوعوي. كنت أقول لهم هدفي من الحفل مو أنه أنا خرجت أطفال، يعني أنا ما بيهمني أني خرجت أطفال، بس أنا بيهمني أنه أنا فعلا يعرفوا هدول الأمهات أنه هن عندهم أمل. يعني عنا أمل أنه هي نقطة كثير مهمة اليوم، مع هي الرسالة اللي حابين توجهوها من خلال هيدا المركز ومن خلال هيدا الحفل، لأنه اليوم مثل ما قلنا هي الثقافة بلشت نوعا ما تنتشر، قبل ما كانت موجودة. لما يكون في عنده مشكلة للطفل، إن كان طفل توحد أو مشكلة للنطق، بتلاقي فعلا الأم، لأنه هي أكثر عاطفة من الرجل، بتلاقي فعلا يعني هي دخلت بقوقعة مع ابنها، عم تصارع مع نفسها أنه أنا ابني في مشكلة كيف فيني عالجه. ما كان في هي المراكز، هلا عم نشوف في مراكز تهتم وتعنى بهدول المشاكل النفسيه. قديش مهم اليوم يعني هي المرحله التوعويه اللي عم تقوموا فيها، هي الرساله اللي عم تحاولوا توصلوها لكثير من الناس، لانه قبل كنا نشوف الاهل اللي عنده ابن عنده مشكله بيخبيه بالبيت، ما بيورجيه للناس. لا، اليوم عم نشوف الصوره الاخرى، بتلاقيه عم يكون مبسوط فيه، في عنده مهارات اخرى عم يركز عليها، عم يتباهى في قدام الناس انه انا ابني تعدى هي المرحله، عنده مشكله بالنطق بس هو فنان. بتلاقي عنده مهارات اخرى عم يتم التركيز عليها اليوم. تماما، انا كثير بدي اشكر اضاءتك على الموضوع. امبارح كانت الفرحه بتجنن من الاهالي لما يشوفوا ابنهم. نحن كنا المركز الاول اللي عم بيدخل عروض تايكوندو لاطفاله، يعني كان في عنا عروض تايكوندو بالحفل لاطفالنا، كان في عنا رقصات، كان في عنا مشاركات برقصات دبكة شعبية مع أطفال طبيعيين. فأنت لو تشوفي الأم قديش هي فخورة بابنها وقديش هي لوحة الإبداع اللي طالعة معنا، فعن جد كنتي بتحسي يمكن بهذا الشعور. كتير كنا نعاني مثل ما ذكرتي حضرتك إنه أنا مخبية ابني،
ما بدي اياه يظهر. هي بزيده يعني هي اساءه نفسيه زياده على اللي تمام. لا نحن امبارح بالحفل شفنا انه صور صور ابني حتى بكره بحفل تخريجه السنه الجاي كون اخذت له صور يشوفوا الناس قبل وبعد. خد لي صور انا وابني، شوف كيف عم يلعب مع بابا نويل، شوف كيف عم يلعب مع، كانت هي حفله بتضم اكثر من فقره مثل ما ذكرت. شوف كيف انه ما خاف من الالعاب. صرنا نعرض برومو مثلا للاطفال كيف كانوا هديك السنه خافوا من التيلي تاويز، خافوا من الميكي ماوس، اليوم هن عم يرقصوا معهم. تنميه مهارات التواصل عندهم بطريقه صحيحه. فصارت الام تحس انه فعلا انا ابني هيك كان، هيك كان قده، هيك كان يعمل، هيك كان يساوي. فهي فعلا انا امبارح قلت لهم بس رجعت على البيت، يعني تخيلي شغل متواصل لمده اسبوع. يعطيكم العافيه. بس رجعت على البيت قعدت يمكن ما بتصدقوا هذا الشعور، انه انا يا الله عملت الشيء اللي كنت انا بدي اياه. الفرحه يعني مبينه بعيونك، هي بتنعكس على الانجاز للابتسامه اللي انا ناطرتها. يعني نحن كثير بنعاني بانه هذا الطفل بيضحك لي، بيطلع بالكاميرا، ممكن يحكي على الميكروفون. ميسم يمكن لقاءاتنا السابقه كنا عم نتحدث انه نحن بدنا نوصل لشيء واثمر هذا الشيء، يمكن مع في جهد كثير كبير قمتي فيه، يمكن الامهات والاهالي يمكن بيقولوا ميسم لها فضل كثير كبير عليهم. من خلال لقاءاتنا السابقه كنا نحن عم نسعى لنوصل لهيدا المرحله، نحن دمجناهم ولكن نحن عم نسعى لانه يوصلوا لمرحله انه يتجاوزوا كثير امور فيها. في بانوراما دائما نحن منحطها، منشوف السنين الماضية شو صار معنا، شو ساوينا، وشو بدنا نتحضر لنعمل السنة الجاية. قطعنا شوط كتير كبير ونحن بدنا نفوت على 2020 بحماس أكتر، بقوة أكتر، محضرين لهم شيء جديد. شو الشيء الجديد اللي محضرين لهم يعني؟ أنا كل سنة بيكون ومتعودة يكون معكم الوعد اللي بقطعه. ميسم تقطع وعد بهي السنة إنه تكون بمحافظة أخرى غير حمص وغير دمشق وغير القامشلي وغير عمودة. إن شاء الله بالأيام الجاي رح يكون بمنطقة فعلاً لم يتم الإضاءة عليها أبداً بالنسبة للأطفال، في عدد حالات كبيرة. وإن شاء الله بوعدكم إني يكون بحلب السنة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله الله يقدرني أوصل لهنيك أم واجبي اتجاه هدول الأطفال. فعلا وقت بقول لكم انه هن بحسهم جزء من حياتي، ما فيني استغني عنه، ما فيني اطلع منه. فان شاء الله اكون على قد الوعد. كل سنه بوعد، ما بكون خايفه. هالسنه عم بوعد وخايفه لانه عندي مسؤوليات صارت باكثر من مكان وعدد كبير، لانه كل ما انه الاطار عم يتوسع اكثر وكل ما انه مثلا عدد الاطفال عم يكون اكبر، لهيك المسؤوليه والجهد بتكون مضاعفه، وبتكوني انت اساسا بينك وبين ذاتك بتحدي وتحفيز كثير كبير. خلينا نحكي الاندماج الحقيقي اللي وصلوا له الاطفال اليوم. قلتي يعني تقريبا نحن عم نحكي عن 80 طفل بس تم تخريج 7 اطفال، فينا نقول تم الاندماج بشكل كلي مع المجتمع. خلينا نحكي عن هيدا الاندماج. لما نقول اندماج بشكل كلي، كيف هو الاندماج؟ التواصل مثلا، اندماج بالمدارس من خلال التواصل مع الاخرين، كيف بيكون؟ نحن على طول لما نفوت خطه علاجيه فبنحاول نستوفي كل الافكار. فإذا بدنا نحكي عن الأهداف السلوكية فهن صاروا مثلهم مثل أي طفل طبيعي. لأنه نحن بنعرف إنه طفل التوحد هو بيكون عنده مشكلة بالتواصل مع الآخر، وأنا بيكون بقوقعة مع ذاته وانعزال، وما يعني قد ما عملتي من حركات وإصدار أصوات أو أي شيء حتى الأم اللي هي بتكون مسؤولة عنه ما بيكون منتبه له أو بالتواصل معه. ففينا نفسر شوي بس للمشاهدين. هلا الأطفال مثل ما ذكرت لك من الناحية السلوكية ما عاد عندنا أي حركات نمطية، عم يتواصلوا مع محيطهم بشكل كامل، سواء كان تواصل اجتماعي أو تواصل بصري. في عندهم نطق، بيطلبوا كل شيء، بيطلبوا حتى نحن معلمينهم اتيكيت، يعني في عنا أمور معلمينهم فيها الاتيكيت. لازم نحن لما بدنا نطلب شيء من المس أو من الأنسة فلازم ننطر. يعني نحن وقت كنا عم ننزل معهم شادو فكان الهدف أنه نحن نوصل لأمور أنه أنا بدي وصل لاتيكيت عالي اجتماعياً. صار عندهم فينا نقول اكتساب أكاديمي، فوتنا كل طفل بناء على المرحلة العمرية أو أكاديميا عطيناه الصف اللي هو فعلا بيناسبه. لأنه أنا عندي هون شيء كتير بكون حريصة فيه، أنه أنا ما فيني فوت طفل عمره 10 سنين لصف الأول، لأن بده يكون في عندي ردة فعل من الأطفال الطبيعيين أو طبعا الأطفال الآخرين اتجاههم أنه ليش هو كبير. فبحاول أنا راعي كل هاي الأمور. فهذا الشيء اللي اشتغلنا عليه بالصيف
واشتغلنا عليه بالأشهر الماضية. كيف ملاقي الأطفال الطبيعيين تعاملهم وتقبلهم للأطفال اللي هن مثلهم ولكن يمكن بيعانوا من شغلة صغيرة؟ هل ملاقيتيهم هيك أكتف كتير معه ولا شو الوضع؟ بصراحة أنا اليوم عم شوف الجيل اللي هو كتير بيحمسني إني ضل عم بشتغل. حلو كتير هذا. عم قول يا الله لو فيني أرجع هيك صغيرة أصغر 10 سنين لأرجع أشتغل ضعف هذا الشغل. هن حدا كتير عم يتقبل، ونحن عم نحاول شوي نساعدهم بانه عم نعطيهم فكره قبل ما يفوت الطفل شو رح يكون معنا، فعم بيكون في عنا مساعده كتير كبيره منهم. انا بقول جيل اليوم اللي جاي هو جيل عم يعطيني هيك طاقه وقوه وامل، لانه هو جيل عم يتقبل بعضه. فيني اقول انه انا على طول الناس بيقولوا يا الله الوقت اللي مرقنا فيه والحرب شو كانوا بشعين، انا بقول اعطونا شيء حلو، اعطونا هذا الاندماج البيئي، اعطونا انه اجا من جميع الطوائف من جميع البيئات الاجتماعيه، اندمجوا الاطفال مع بعضهم، تعلموا انه يتقبلوا بعضهم. رغم كل شيء مرق مو حلو بال 2017 2018، انا بقول يمكن الرب علمنا كثير شغلات كنا لازم نتعلمها لان كانت هلا هي مانا موجوده بثقافتنا. فطلعنا من حرب كثير بشعة بحصيلة وبجيل إن شاء الله يا رب نكون على قد إنه نحن إن نكون يكون هو أحلى جيل إن شاء الله يا رب إن شاء الله. فلا أنا كتير متفائلة بهدول الأطفال اللي عم بيساعدوني. امبارح كان ضمن الحفل في رأسة لفراشات سنابل القدس، فلاحظت إنه قديش هن فعلا يشدوا طفلنا من إيده يقولولنا تعر أو اسمعنا، يعني فهذا الشيء ما كنت شوفه قبل. يمكن هي حالة تعطيكي هيك نظرة لقدام قديش فعلا في تفاصيل نحن ما قدرنا يمكن نعالها غير هلا. وهي مثل ما قلتي فعلا يمكن هي حالة الاندماج، عم نحكي عن طفل التوحد بس هي الاندماج الاجتماعي ككل هي حالة يعني نفسية وسليمة صحيحة بتعطيكي كمان آثار إيجابية بحياتك اليومية. ميسم خلينا نحكي عن مهارات التعلم، لانه نحن بنعرف انه طفل التوحد بيكون عنده مشكله بالتعلم، بيكون متاخر عن اقرانه يمكن هون بالتعلم. مثلا مثل ما قلتي اشرتي لنقطه انه انا طفل عمره 10 سنين ما فيني احطه بصف اول، هون كيف بيكون التعامل معه او كيف بيكون تقدير مهاراته التعليميه؟ ببداية العملية العلاجية أو ببداية أي مرحلة علاجية منعاني إنه الاكتساب بيكون بطيء، ولكن كونه نحن عم نوصل لطفل طبيعي بنسبة 80-85% معناتها أنه صار عندي اكتساب سليم. عم نحاول نوصل لهذا الكم من الاكتساب عن طريق الحميات الغذائية. الحميات الغذائية نحن بنعرف قديش نظام الغذاء هو بيأثر على الاكتساب عنا، يعني كتير بيقولوا لك إنه أنا أكلت فول فما عاد استوعبت شو عم بحكي، أنا إذا ما شربت قهوة ما فيني الصبح أحكي أنا. فنحن النظام الغذائي أو فينا نقول العملية الهضمية بتاخد 60% من طاقة الاكتساب عند أي شخص، فبنشتغل على أنه نحن نشتغل على الطاقة الهضمية، يعني بحيث أنه نحن نقلل من مثل ما بنعرف السكريات الشوارد الشيء اللي ممكن يعمل تشتت انتباه، ونزيد الشيء اللي ممكن يعطينا زيادة تركيز زيادة انتباه تواصل أقوى. طبعا كل طفل هو تحاليله يعني بنعمل عمل تحفيز عكسي من خلال الغذاء تماما. فبصير تحفيزنا نحن عم يجي للتركيز والانتباه أكثر من الطاقة الهضمية، أو فينا نقول العلاقة الهضمية اللي بتكون بين الجهاز العصبي والعمليات العقلية. فنحن نحاول نشتغل على شيء كتير مهم، إنه أنا مثلا ممكن هذا الطفل لاقي عنده سكريات زيادة بالدم، فممكن اشتغل على أني نقص السكر الصناعي يزيد السكر الطبيعي. السكر الطبيعي بيعطيني طاقة تركيز أعلى. هذا الشيء اللي كتير أنا بحاول ركز عليه بالعمليات العلاجية. بس وصل لمرحلة علاجية أنه أنا هذا الطفل صار عنده اكتساب طبيعي، ببلش فك روتين الحميات الغذائية. حلو. لأنه حتى فك الروتين الغذائي إذا كان مفاجئ بيعمل رد فعل عكسي أكيد. تماما كله مرتبط ببعضه ميسان، مثل ما حكيتي عم تحكي على نظام غذائي كمان، يعني هذا الشيء بيتطلب مجهود إضافي غير المجهود التاني. أنت عم تبني إنسان تماما، لما تكون عم تبني إنسان من الألف للياء بدك تدققي بتفاصيله. يمكن الأهل أحيانا ميسان أنت بتوضحي لهم إياها بيكونوا غافلين عنه، فبيعقلن
بيطعموا اولادهم شو الموجود شو طابخين، بغض النظر انه لا لازم نحن نعمل حميه كمان بتساعد على العلاج. ميسم نحن بنعول على جيل، هذا الجيل جيل الغد، جيل المستقبل، شباب الغد وشباب المستقبل اللي بدها تبني سوريا من بعد فتره حرب كانت قاسيه شوي. بدنا نتشكر كثير وجودك معنا، كان وقتنا شوي خلص ولكن احنا وقتنا معك بياخذ مساحات ومساحات لنحكي عن عمل الانساني. كل عام وانت بخير، نورتي كل الحب، وكل عام وانتم بالف خير. ان شاء الله السنه الجديده تكون حلوه على كل اطفالنا وعلى كل امهاتنا يا رب. اكيد ان شاء الله السنه الجايه بنستقبلك مع كمان انجاز جديد وخطوات جديده في مسيرتك المهنيه ومسيرتك الانسانيه تجاه الاطفال اللي هن العالم الاجمل وهن شباب الغد. بتشكرك على وجودك معنا. أكيد. شكرا كثير لك.